وفاة الفنان العراقي الكبير محسن العزاوي. توفي قبل قليل الفنان العراقي محسن العزاوي داخل المستشفى، وكان الفقيد قد تم نقله إلى مستشفى الكرامة بسبب إصابته بجلطة دماغية مفاجئة أدت إلى تدهور حالته الصحية، حسب ما أعلن عنه في أول أمس نجل الفقيد على موقع الفيسبوك. محسن العزاوي من مواليد سنة 1939 بمدينة الناصرية محافظة ديقار، ترعرع في أحضان عائلة متوسطة الحال. منذ صغره عرف بنباهته وذكائه، وبدأ مشواره الفني ليقف مخرجا لأول عمل كتبه الراحل عزيز عبد الصاحب زنزانة رقم 16 سنة 1958، لتستمر رحلته مع الإخراج والتمثيل. قدم الفقيد عديد الأعمال الفنية على مداد السنوات الأخيرة، والتي نالت العديد من النجاحات في جمهورية العراق. رحم الله الفقيد محسن العزاوي ورزق أهله الصبر والسلوان.